لو كل واحدة فينا حرمت اجساتها على اصحابها مفيش بنت في مصر هتتجوز. البنت المصرية ما ينفعش تريحها، لازم تخليها طول الوقت تلف حوالين نفسها. بقيت احس ان انا لو اتجوزت واحدة محترمة ازهق منها واسيبها بعد يومين. يا اخي عوز غيري، صاحب عليا، اعمل اي حاجة، المهم ما تبقاش ممل. انا فاكر نفسك احسن واحده، تبقى مصيبه. ايه الكبر ده؟ الجواز لها معايدات ولا زيارات ولا مقابلات. احنا قلنا كل الكلام واتخانقنا كل الخناقات. انا حاسس ان احنا بقينا ماشيين عكس بعض. تقدر تتجوز واحد تاني عليه؟ مفيش حد عرفني وقال لي كده انه عايز يتجوزني. ما ينفعش كل واحد فينا يبقى صاحب له 80 90 واحده وكل واحده فيهم اتفشخت في حياتها بسببه، وبعدين يلاقي الملاك الطاهر اللي هيدخله الجنه. يا ترى السنه الجايه زي دلوقتي هيكون فين؟ مع مين؟ معاها لما واحدة غيرها ولا هكون لوحدي؟ حبيبي سكر مر تعملها